اهلا بكم متابعي موقع اول مصر في كل مكان، برحب بكم في لايف جديد من محافظه البحيره. حاجه فوزيه البن سيده مسنه بدمنهور بتشتكي من بطش اتنها، بيقول بيهددني، بتقول بيهددني وعايز يقتلني ويطردني من البيت. كنا احنا هنعرف التفاصيل اكتر مع الحاجه فوزيه. برحب بك يا حاجة، وعايزك تعرفي نفسك للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الحاجة فوزية البنا. لا عندي صوتك شوية. أيوة، أنا الحاجة فوزية البنا من دمنهور. أنا بهيب بالمسؤولين إنهم يغيثوني من بطش ابني. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا في يوم من الأيام انا قاعده مع بنتي في الشقه بتاعتي، وبعدين هي نزلت علشان مشوار يعني، وبعدين وسابتني لوحدي انا وبنتي، بنتي الصغيره. فبصيت لقيت ابني بدون سبب، هو بقاله يعني من قبلها باربع شهور بيكسر في باب الشقه، باب شقتي، وبيحط له بيخرب فيه علشان يبقى سهل يعني لما هي يحب يكسره او يعني يفشه عليا بالعربي كده، يبقى سهل يعني سهل الكسر. بصيت لقيته نازل هو وابنه ويزقوا عليا، يخبطوا برجليهم وبايديهم وبكل ما اتوهم من قوه. بيقولوا ايه؟ بيقول لي انا دلوقتي جاي نعتدي عليكي بالضرب وبالقتل يعني عايز ايه؟ انت دلوقتي عايز عايز يخلص مني باي شكل؟ انت عايشه ليه؟ انت واحده مسنه، انت واحده مخرفه، انت عايشه ليه في الدنيا؟ اللي قبلك ماتوا واللي بعدك ماتوا، انا جاي نخلص عليكي. أيوة. انا النهارده جاي نخلص عليكي، عشان ايه؟ انا مش عايزك في الدنيا دي، ومراتي كمان مش عايزاكي في الدنيا دي. انا عايز نخلص منك، عايز نخلص منك علشان انت دلوقتي واحده يعني انا مش عايزك في البيت بحاله يعني، او في الدنيا كلها. وبعدين انا دلوقتي نعمل ايه؟ فانا استعنت بالشرطه، وبعدين جم الناس خلصوني من ايديه، فش عليا الباب على اخر على اخر دقيقه، فش عليا الباب وصاب الباب في خبطه، عيني انضربت في عيني كده. ايه اللي حصل؟ ضربك في عينك؟ لا، ما ضربنيش في عيني، الباب خبطني في عيني. الباب خبطني في عيني، فعيني والله ورمت وبقت تجيب دمع كده زي الدم كده. وبعدين انا ما وبعدين انا يعني عمل تحشيته بقى وبعدت خالص، ايدي اتفجرت الشرايرات الدمويه فيها من زقي في الباب، ايدي ضعفانه فانفجرت لغايه النهارده كل ما الشرايين تتقفل تتفتح تاني وتكون بقع الدم زي ده. اهي صورها، اهي بقعة الدم دي، بقعة يعني اي دكتور او اي طبيب يعرف. قالوا لي في انفجار في شرايين الايد نتيجة خبط جامد. لما عملت في محضر عمل فيه كده؟ لا، ما عملتش لسه محضر، ما كنتش لسه عملت محضر. ده الحاجات ده هي يعني لما هو بيهددك فانت طلبت الشرطة فجات؟ لا، الشرطة ما جاتش، انا رحت عملت محضر وربنا يجازيهم كل خير في المباحث يعني اتخذوا الاجراءات اللازمه،
يعني بقيادة المقدم سيادة المقدم ماجد بيه الحبشي، الله الله يسمح له يا رب ويكرمه يا رب، وانا بدعي له في كل وقت. الأمنية استجابت، استجابت وبسرعه بسرعه، وضبط وضبط وامروا بضبطه واحضاره هو وابنه وزوجته، تمام، عشان هو وابنه كانوا بيكسروا الباب عليا ويقولوا لي انت انت عايشه ليه، انا عايزين نموتوكي، عايزين نموتوكي. فبعدين انا دلوقتي رحنا عملنا المحضر وراحوا جابوهم استدعوهم، فلقوا عليه يعني ايه، فاستدعوهم ويعني ايه عملوا محضر انه، واعترف في المحضر ان هو هددني ويعني عمل يعني عمل اللي اتعمل كله اعترف بيه، اعترف بيه، اعترف بيه. ده كان من امتى حاجة؟ الكلام ده في 10 يناير 10 يناير سنة 2023 اول السنة وتحولت لقضية وخدوا فيها حبس حبس 3 شهور هو وزوجته وابنه، لما تنفذش الحكم لغايه النهارده، ما تنفذش الحكم. وبعدين هم دلوقتي مش سايبيننا في حالنا، يعني هم قاعدين ساكنين في نفس البيت بس بيننا وبينه يعني 2 سكان، دورين دورين يعني، بس بالرغم من كده طالعين نازلين علينا، لا لا يعني لا مؤاخذه، بيبصقوا على الباب، يقولوا كلام يعني كده، يقولوا كلام غير لائق، يعني الواحد يعف لساني عن ذكره، والله يعف لساني عن ذكره، يعني نظرا يعني لجرمهم في اتجاه امه، اتجاه امه دي، لان هو عمل جريمه لا تغتفر طبعا، والله لا جريمه لا تغتفر. ابن عاق، ابن عاق، وده نوع من عقوق الوالدين، يعني ده ابشع حقوق، يعني ابشع حاجه في حقوق الوالدين هو ان هو يحاول يقتلها، يقتل امه اللي خرب ربته وصرفت عليه يعني. ووالله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، هو أخذ الكم الأكبر من المصروف مع دونا عن إخواته، وأنا كنت يعني عايزة تقول أنت متدلع دون لا يعني، يعني نظير خدمات كان بيأديها لي، نظير كده، وكان كان كويس الحقيقه يعني، بس بس يعني كان فوق، انا قبل ما يتجوز كان كويس، وكان يعني كان كان طيع وكويس، بس انا ما اعرفش يعني حاجه، يعني اعماله لخارج البيت انا ما نحكمش عليها، انا كان معايا يعني كويس، ما فيش اي حاجه، كان كان كويس، اللي ما اعرفش اتقلب اتقلب عليا، وبقى ايه خد صف ام، خد صف مراته، ويعني عمل مشاكل، وبدأ عمل مشاكل، بيقول لي سيب البيت وبيعي، بيعي نصيبك واطلعي من البيت واسكني بره، يعني كل ده عشان الشقه اللي انت قاعده فيه، علشان عشان السكن اللي انا فيه، هو مش يعني انا، وهو انا مسكناه في بيتي ملكي، وبرضه مش مش يعني مش مش راضي بالحكايه دي، عايز كمان ان انا اطلع من البيت، لانكم بتضايقوا مراتي، بتضايقوها بايه، مش هي عايزه البيت فاضي، الفاضي. ده الابن كان عندي، ده الابن الثاني ابن عندي، انت عندك انا عندي، ايوه، 3 صبيان والبنت واحده. مين بقى اللي هنا يعني البنت هي اللي بتخدمك؟ ايوه، البنت هي قاعده معايا وبتخدمني وكده اهوت، وشايفه مصالحي، وبرده اولادي التانيين كويسين برده معايا، ومفيش اي حاجه، بيطلوا عليا ويعني يجيبوا لي طلباتي وكده، عشان انا دلوقتي واحده مسنه وعاجزه عن كم سنه؟ انا عندي 82 سنه،
82 طيب. سنه. كان في مشاكل مع ابنك ده قبل الجواز؟ لا ما صراحة ما كانش فيه مشاكل. لما اتجوز هاتيلي فلوس عشان نصرف على مراتي، هاتيلي فلوس عشان تسد ديونها، هاتيلي فلوس بقى لما تسد ديونها، هاتيلي فلوس عشان يعني تشتري أملاك يعني تأمن بها مستقبل ولادها. طب هل أنا يعني أنا نديله اللي معايا كلهم ونقعد من غير حاجة من غير مصروف يعني ولا إيه؟ هاديني المعاش بتاعك، اديني المعاش بتاعك حتى نص المعاش بتاعك. وهو بالرغم إن هو موظف ومراته موظفة وكل حاجة يعني عنده ولد ولا عنده ولد وبنتين عنده ولد وبنتين وهو عارف إن أنا عندي أمراض وبنتعالج بفلوس يعني ما بنتعالجش على حساب حكومة ولا حاجة، بتعالج خارجية يعني مش ما بتعالجش على حساب. طيب يعني انتوا قلتيلي ان هو بيكب مواد محرقة على اللحاف صح كده؟ ايوه هو يعني من ضمن الحاجات اللي ألقاها علينا هي اولا ممنوع ان انا انشر اي حاجه في البلكونات كلها. لو ان بيت ساير داير بلكونات يعني اكتر من 20 متر زي ما يعني البيت هو نظامه كده، الا ان انا لو نشرت اي غسيل اي يعني اي حاجه يعني اي حاجه تنشرها، فرش اي حاجه، مرتبه، سجاده، يلقوا عليها حاجات مش كويسه، حاجات مش نظيفه. وبعدين حرمنا بقى ان احنا نعمله ننظفه داخلي ومنشر الغسيل داخلي. عملي معاكي لما بتطلع اي حاجه في البلكونه يا يحرقها يا يرمي عليها زبالة يا أي حاجة من دي، أي حاجة يعني مخالفة. وأنا مش عارفة نعمل إيه. أنا بهيب بالمسؤولين إنهم ياخدوا لي حقي منهم، لأن أنا دلوقتي هم مش سايبيني في حالي. يعني أنا سكت هم ما سكتوش. هو بالرغم من كده أنا سبت بيتي وقعدت برا بيتي، قعدت سافرت بلد تانية علشان خايفة من بطشهم بصراحة. إلا إن هو بالرغم من كده جيت من برا لقيت الباب اتكسر تاني. كنت في بلد في اسكندرية فبعدين عمل لقيت الشقة مكسورة؟ لا ما لقيتش الشقة مكسورة. هم لقيت زودوا بقى ايه الكسر في الباب. زودوا الكسر في الباب على اساس ايه؟ ان هو يعني احنا مش سايبينكم في حالكم، احنا مش سايبين. وقال انا مش هنسيبك في حالكم طول عمري، انا مش انا هنفضل طول العمر كده يعني ايه اهدد فيكم بتاع لغايه ما تسيبوا البيت خالص. انا مش عارفه يعني انا اروح فين. طيب بس في حد كبير حاجه في العيله دخل يحل المشكله دي؟ والله بص هو يعني علشان هو ما بيلتزمش باي وعد بياخده على نفسه، ما حدش بيحاول يعني يتدخل له، لان ما بيلتزموش يعني ما فيش التزام بان هو يعني ياخد عهد على نفسه او اي حاجه زي كده. لا هو مالوش عهد. انتوا اتعرض لبنتي كمان واولادي التانيين؟ لا ما هو ما تعرضش لاولادي التانيين. هو هم تعرض بيعمل ايه معاهم يعني؟ هم مخاصمينه يعني ما بيكلموهوش يعني خالص،
ما بيتعرضش يعني بصراحة، يعني ما هم مانعين الكلام معاه خالص، بس يعني ما فيش تعرض جامد يعني، ولا يعني اجتناب كده بس متجنبينه. طب عايزة تقولي يا حاجة آخر حاجة؟ آخر حاجة، أنا عايزة حقي، وعايزة الحكم ده يتنفذ فيهم، لأن إيه ده اللي يرضيني، لأن أنا دلوقتي متهددة. إن ما كانش في ردع، لازم يبقى فيه ردع علشان أنا نبقى يعني مرتاحة، نبقى مرتاحة مش متهددة. لأن دلوقتي هم دلوقتي يعني هم مأمنين على نفسهم، إنما أنا مش مأمنة على نفسي، وانا ما انا ما بنجيش ناحيه حد خالص، ولا ليا دعوه بحد. انا واحده كبيره، وانا واحده قاعده في بيتي، يعني ما كافيه خيري شري يعني زي ما بيقولوا. وبس هم اللي بعتدوا عليا، وانا غلطت خلاص، مش عارفه نعمل ايه. والله انا يعني في يعني واحدة عجزة، يعني لما ابني يتهجم عليا وأنا في كبري ده وفي سني ده، هو مش عارفة نعمل ايه. والعيا كلني، الغدة هلكاني خالص، والمرض واكلني، مش عارفة نعمل ايه، مش عارفة نتصرف ازاي. بس نعمل ايه يا ربي في أنا اللي انا بشكرك فيه؟ حاجة فوزية، العفو كلنا مع العفو. الحاجة فوزية اللي بتستغيث. بقول وأخيرا بقى، أنا توصلوا يعني شكري للسيد رئيس المباحث دمنهور، إن هو وقف في جانبي، وسرعة إحضار المتهمين أو مرادي يبدو مرادي. لعمل محضر لهم، ابني اللي هو عمل العملة دي، وجابهم مشكور يا رب كده هو. وربنا ربنا يخليه لولاده، ويكفي شر المرض يا رب، ويكفي شر المرض وكل حاجة. يعني أنا بدعي له في كل وقت والله، أنا وبدعوا له في بشكرك كل يا حاجة، شيء. شكرا جزيلا. العفو كنا مع العفو. الحاجة فوزية اللي بتستغيث من بطش ابنها بضمانهم اللي بيهددها وعايز يقتلها. يعني احنا هنا بنشكر كمان الأجهزة الأمنية اللي استجابت لطلب الحاجة فوزية. متابعينا في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعة، وانتظرونا في لايف جديد. شكرا.